أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد استمعنا في هاتين الخطبتين المباركتين الخير الكثير من خطيبنا وفقه الله في مسألة هي من أخطر المسائل، وهي مسألة المرأة. المرأة أيها الإخوان خلقها الله سبحانه وتعالى لمهمة عظيمة في هذه الحياة، كما خلق الرجل، وكل له مهمة. الرجال لهم مهمات والنساء لهن مهمات، فإذا اقتصر كل صنف على مهماته وأداها حصل الخير الكثير للمجتمع، وإذا اختل النظام بين الرجال والنساء حصل الخلل العظيم، كما سمعتم وضع المرأة في الجاهلية ووضعها اليوم عند الدول الكافرة ووضعها عند المسلمين المتمسكين. والمرأة مهمة جدا، ولذلك أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في خطبته في حجة الوداع في عرفة، قال: واستوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، يعني محبوسات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالنساء لأهمية وضع النساء في المجتمع، ليس بأن نحسن إليهن فقط وأن نعطيهن حقوقهن فقط، فهذا واجب، لكن أهم من ذلك المحافظة عليهن من التبذل، لأن المرأة ضعيفة، من التبذل والظهور بمظهر الفتنة وتركها تفعل ما تشاء، هذا أعظم ما أوصاني به النبي صلى الله عليه وسلم، أن نحافظ عليهن. والله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ما معنى قوامة الرجل؟ هل هي مقصورة على الإنفاق والعدل في الزوجية؟ ليست مقصورة على ذلك، وإنما قوامة الرجل فيما هو أهم، لأن يحافظ على هذه المرأة من الضياع، من الانفلات، من التساهل في الحياة والعفة، هذا أعظم قوامة الرجل على المرأة. وليس الرجل في هذه الآية مقصورا على الزوج، الرجل سواء كان أباها أو أخاها أو وليها أيا كان، الولي على المرأة هو قوام عليها، يحافظ عليها حتى إذا اقتضى الأمر التأديب يؤدبها. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالمرأة تحتاج إلى عناية. إن أعداء الإسلام اليوم
ركزوا على قضية المرأة لعلمهم أنها أخطر شيء في المجتمع، ركزوا عليها وصاروا يشنون الحرب ضد العفة والكرامة، ويعتبرون ذلك إهانة للمرأة إذا ألزمت العفة والكرامة، يعتبرون ذلك حبسا لحريتها، وهو في الواقع محافظة على حريتها، حريتها في طاعة الله، حريتها في قيامها بعملها، في تربية أولادها، فيما تستطيعه مما وكل الله إليها، فهي راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، هذه حريتها الصحيحة. أما حريتها في العري، حريتها في التبذل أمام الناس، في التشسع في الأسواق، في ذهابها إلى ما تريد، فهذه عبودية وليست حرية، هذه عبودية الشهوة، عبودية الشيطان. الحرية يا عباد الله في طاعة الله وفي عبادة الله، ففيها عزة النفس وكرامة الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة. أما من عصى الله وخالف أوامره في النساء أو في غيرها فإنه عبد ذليل للشيطان، لشياطين الإنس والجن. هذه هي العبودية، ليست الحرية. فعلينا أن نعرف هذا الأمر، وأن نحافظ على نسائنا من زوجات وبنات ومحارم، نتعاون فيما بيننا في حمايتهن، وأن لا نسمع إلى هذه الدعايات. فإن الكفار يحاولون القضاء على الإسلام بكل وسيلة، ومن أعظم وسائل التدمير تدمير المرأة، لأن المرأة أساس الأسرة والبيت، فإذا فسدت فسد البيت وفسدت العائلة، فسدت البنات تبعا لأمهن وقريباتهن. فعلينا أن نحافظ على نسائنا. إن الكفار وإن أدركوا من بعض البلاد الإسلامية ما أدركوا من التضليل، فإنهم لن يدركوا إن شاء الله وبحول الله من هذه البلاد، بلاد الحرمين الشريفين، مهبط الوحي، مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن فيها رجالا يحافظون على كرامتها. وإن تساهل بعض المخدوعين والمخدوعات، فإن هذه البلاد إن شاء الله فيها رجال حافظون على كرامتهم وكرامة محارمهم، وأنتم إن شاء الله منهم وفي مقدمتهم. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نحافظ على هذه الأمانة العظيمة التي إذا حفظناها حفظنا بيوتنا، وحفظنا أولادنا، وحفظنا أسرنا، وحفظنا مجتمعنا، فهي الأساس. ولذلك ركز عليها الأعداء، ركزوا على المرأة تركيزا خاصا، ليس بخاف عليكم، في الكتب، في الصحف، في المجلات، في الجرائد، في الفضائيات، في الإنترنت، في كل مجال يريدون أن يلحقوا هذه البلاد بالبلاد الأخرى، فتنهار الأخلاق وتضيع الكرامة، وحينئذ يسهل على الكفار اجتثاث الإسلام من أصله. قال الشاعر: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إذا ذهبت الأخلاق لم يبق شيء. والأخلاق المراد بها الأعراض والسمت والحشمة والوقار، هذه هي الأخلاق. ولهذا يقول الشاعر الآخر: أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا
مثل الرجال يجلن في الأسواق في دورهن شؤونهن كثيرة كشؤون رب السيف والمزراق. المرأة لها عمل والرجل له عمل، فإذا قام كل بعمله اللائق به صلح المجتمع وتكاملت المصالح، وإذا اختل النظام اختلت الأمة. ولهذا لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء، لعن المترجلات. كل ذلك حفاظا على المرأة وإبقاء لها على أصلها وعلى دينها وأخلاقها وعرضها. تصان الأعراض وتحمى الكرامة ويحافظ عليها. وكما تعلمون في القرآن الكريم، اقرأوا سورة النور تجدون فيها الشيء العظيم والعجيب من المحافظة على النساء بالحجاب، بالاستئذان على البيوت، وكذلك في الحديث والسنة النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة بدون محرم، فقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نهى عن خلوة المرأة بالرجل الذي ليس من محارمها. قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. نهى عن مخالطة النساء للرجال. ولهذا صارت النساء تصلي مع المسلمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن خلف الرجال محجبات لا يعرفهن أحد، يصلين خلف الرجال. هذا فيه منع الاختلاط، فإذا كانت المرأة لا تختلط مع الرجال في المسجد موضع العبادة والتقوى، فكيف تختلط بهم في المكاتب، في الملاهي، في المكاتب، في الحفلات، في الأسواق؟ الأمر خطير جدا، ونحن مخاطون بالأعداء الآن، والغزو الفكري لا يخفى عليكم الآن، غزو الكفار لبلاد المسلمين بالسلاح وبالأفكار بكل وسيلة. نحن محاطون بالأعداء، فعلينا أن نتنبه لذلك. ولكن إذا كنا مع الله كان الله معنا. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فإذا كنا مع الله كان الله معنا، وإذا كان الله معنا فلن يضرنا أحد. لا تحزن، إن الله معنا. لكن من يكون الله معه؟ الله يكون مع المتقين، الله يكون مع المحسنين، الله يكون مع المؤمنين، المعية الخاصة. فعلينا أن نكون مع الله سبحانه وتعالى. وكما قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فعلينا أن نكون مع الله في طاعته، في اتباع أمره واجتناب نهيه، حتى يكون معنا سبحانه وتعالى بالنصر والتأييد والإعانة. وأستغفر الله وأتوب إليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يتولانا وإياكم بنصره وإعانته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.